مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا. تحية وحب وتقدير لكل من يشاهدنا من خلال شاشة قناة الأهلي في كل مكان. طبعا النهاردة هنعمل مع بعض مهارات جديدة، والمهارات دي هتطلع على المانجا النهاردة إن شاء الله. هنعمل تخزين المانجا لكل أصدقائنا اللي عايزين يخزنوها، علشان خلاص المانجا كل سنة وحضراتكم طيبين في الأواخر. وهنتكلم على كمان قمر الدين المانجا، لأن احنا عرفنا دلوقتي إنه في السوق بقى فيه بالفراولة، بقى فيه بالمشمش طبعا الأساسي بتاعنا، عندنا بالجوافة، عندنا كمان بالمانجو. يا سلام بقى لو عملناها بالمانجو الطبيعية، هتبقى جميل جدا وهتستمتعوا بقمر الدين. كل سنة وحضراتكم طيبين، ربنا يبلغنا إيه رمضان، يعني لا فاقدين ولا مفقودين. طيب هنبدأ أول حاجة نقول قمر الدين، عشان هو بياخد شوية وقت كده معانا نشتغل فيه مع بعض. هقول مقاديره وهنحكي مع بعض على أصناف المانجا. أول حاجة عندي قمر الدين المانجو، هقول لو عندي لتر زي اللي قدامي ده من العصير البيوري هستخدم عليه المانجا. لو مسكرة نوعها مسكر مش هنحط سكر كتير، لان انا هضيف عسل جلوكوز فهنقلل نسبة السكر، فهحط كوباية الا ربع سكر. خلاص نص معلقة بسيطة قوي ملح ليمون، وده عشان مادة حافظة. عندي كوباية من عسل الجلوكوز لو عايزينها مسكرة قوي، او عايزين طعم القمر الدين ما تضيفلوش سكر بعد كده، مفيش مشكلة حطوا كوباية. لا هتضيفوا له سكر، وممكن يعني تخلوه إذا أنتم محتاجين خلوها نص كوباية، لكن أنا حبيت أقول المعيار لحضراتكم. الكوباية دي على اللتر من المانجا البيوري. طبعا أول حاجة هحطها على النار، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كده الإيه المانجو، بعد ما نزلنا نوع المانجا. طبعا أحلى مانجا فيها لحم، أولا الإسماعيلية أو من الناس اللي في إسماعيلية، أحلى مانجا طبعا في الإسماعيلية، وتحية لكل أهل الإسماعيلية. المانجا العويس طبعا أعلى حاجة وأحسن حاجة أكيد يعني. التخزين دايما يقولوا لنا النصيحة حتى بتوع المانجا في إسماعيلية، وببعت لهم تحية كبيرة، يقول لك إحنا بنخزن الزبدية، وفي ناس بتخزن الكيت. أنا جبت الكيت النهاردة برضو علشان حضراتكم إيه تبقوا عارفين من الحاجات الحلوة اللي طعمها ما بيتغيرش. بسم الله هنحط كده. تعالوا الاول ننزل كده الايه العصير المانجا البيوري. طبعا انا وانا عماله بقى بخزن بقطع المانجا وباخد الشرايح، هيتبقى عندي شويه حاجات كده ايه سايله، يعني ايه شويه مانجا بقى ايه اتضربت بيوري كده، اروح انا مستفيده منهم وعامله شويه قمر الدين، سواء عصير مركز او لفائف، اللي يريح حضراتكم اعملوه. عايزه اقول لكم اول حد اخترع القمر الدين ده كانت سوريا، لأن كان في مجموعة مشمش متنوعة ظهرت فجأة، فعشان كده دايماً قمر الدين يعني أصبح منتشر في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط. ولكن برضو قمر الدين السوري هو يعد فعلاً من أنواع الجيدة جداً وهو الأفضل يعني، وتحية لكل أهل سوريا. طيب نقول بقى مين اللي اخترعها وليه سمى قمر الدين، لأنه اللي اخترعها كان رجل سوري اسمه قمر الدين، وكان وسيم جدا وكانوا يقولوا له قمر، علشان كده سموا قمر الدين باسمه. وبيقال ان المشمش المميز ده اتزرع وفي وسط ظهور القمر الجديد في شهر رمضان، علشان كده برضو دي مقوله اخرى، فاتمنى يا رب تكون هي دي اضافه لحضراتكم. بصوا بقى حطيت السكر بدات ادوبه. عايز اقول لكم هتحتفظوا بعصير مركز على فكره، تقدروا كمان واحنا بنخزن المانجا عايزين هتطلعوا منها عصير، هتطلعوا منها المانجا اللي هي الكتل اللي بناكلها عند بتاع العصير، هنعملها هتطلع زي بتاعه العصير بالظبط ومش هيتغير طعمها. في مانجا ساعات لما بنيجي نخزنها انواع اخرى ما ينفعش للتخزين تلاقوها بقت زي القش، اول ما يعدي عليها شهرين ثلاثه كده تلاقوها بقت خلاص يعني ايه ما بتبقاش كويسه. وبعدين المانجا الزبديه ميزتها بقى هنتكلم عنها دلوقتي، فيها لحم، فيها مزازة، قشرتها تخينة كويسة، فيها نسبة ألياف حلوة، وفيها نسبة أملاح عالية. هي رقم واحد في التخزين ورقم اتنين في العصير، لأن مهما تخزنت بتطلع طازة وطعمها مش بيتغير. أفضل طريقة في التخزين هنعمل بقى إيه مع بعض دلوقتي، إن إحنا نقطع شرايح وكل بين طبقة والتانية معلقة سكر وفي كاس ونحطها في الفريزر، هتطلعوا بقى أحلى عصير. ناخد أم جوزيف. يا صباح الورد.
صباح الفل يا شيف اهلا عظيم. اهلا حبيبه قلبي ام جوزيف، اهلا بيك، وكل سنه وانت طيبه. يا حبيبه قلبي، بمناسبه عيد ميلادك اتعمل في القناه جميل، ربنا يخليهم يا رب. والله تسلم ايديكي، وشكرا على الفيديو الجميل، انت عملتي لي فيديو حلو وبعتيه لي، وشكرا على الكب الحلو اللي عملتيها وعليها صورتي وبعتيها لي، وشكرا ليكي والام اسلام بجد على يعني اهتمامكم بيا، وانكم شيرتوا فيديو خاص بيا. ربنا يخليكم ليا بجد، شكرا جزيلا حبيبه قلبي. تسلميلي يا ام جوزيف، تسلمي لي، وميرسي على ايلا الاحفاد الغاليين اللي بعتوا لي كل سنه. ايوه وانا طيبه يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا ربنا يبارك فيهم يا رب. وشكرا على المعلومات الجميله اللي بتديهالنا عن القمر دين ده، انا بامانه انا اول مره اعرفها، خلي بالك يا حبيبه قلبي. كتبتها وانت بتقوليها، انا كتبتها برضه عشان نفذها، ده حلوه، معلومات جميله برضه. تسلمي لي يا رب يا ام جوزيف، ويا رب ان شاء الله رمضان يجي كله بالخير يا رب على الناس كلها يا رب. امين علينا وعليك، وكل سنه وانت كمان طيبه. شكرا لقناه الاهلي اللي عملت لك عيد الميلاد الحلو دوت. يا حبيبتي ربنا يخليكي، كتر خيرك. ربنا يخليكي يا قلبي. شكرا ليكي، شكرا ليكي يا ام جوزيف، في حفظ الله يا حبيبتي. شكرا لكل اصدقائي اللي بعتوا لي من خلال صفحتي الشخصيه، كل من عايد عليا بجد من قلبه شكرا. طبعا يعني المحبه دي حاجه غاليه قوي 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 بجد، وحب الناس ده نعمه، نعمه كبيره قوي قوي قوي، تعد من انواع الرزق الغاليه، لانه ادنى انواع الرزق هي الفلوس او الماديات. فخلينا كده نقول ايه، اتمنى لحضراتكم دايما السعاده، وربنا يحقق كل امالكم يا رب، ويفرحكم باولادكم وباحفادكم، ودايما كده يعني ابقى في نجاح بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم مسانده حضراتكم وتشجيعكم ومتابعتكم ليا. شكرا جزيلا. طيب هنرمي كده، بصوا دي الزبديه، المانجا الزبديه. بصوا بقى، بدات بعد ما حطيت السكر، هنبدا ان ايه نقدر نعمله على فكره من غير عسل جلوكوز، يعني اصدقائنا اللي ما بيحبوش يستخدموا عسل الجلوكوز هيحطوا نسبه سكر، انا ما بحبش اكتر نسبه السكر قوي، بقول دايما ايه السكر يبقى وسط، حتى في العادي ما نتعودش على السكر الزياده، انه المانجا كمان فيها نسبه سكر، تمام؟ فانا هبدا اسيبها كده تبدا تغلي، يعني اقدر اعمله لونه هيغمق شويه، ونبدا نقشر الايه المانجا بتاعتنا اللي احنا الزبديه الجميله دي. هنتكلم عن كمان انواع تانيه من المانجا، طبعا الهندي بيستخدموها اكتر للحلويات، يقول لك الهندي دي طعمها فيه مزازه، فدايما لما نعمل كنافه زي اللي هنعملها النهارده بالمانجا نستخدم المكعبات الهندي. بتبقى ايه طعمها فيه مزازه، فما بتبقاش مع العسل مع الكريم شانتي مع الكاسترد وكده، ما تبقاش كلها ايه معسله قوي، يبقى فيه تناسب كده. نتكلم على الانواع كلها. تعالوا بقى، طبعا مش معنى ان شكل المانجا حلو يبقى اكيد طعمها حلو، لا، في معايير اختيار. طبعا كثافه اللحم قد ايه، حجم البذره قد ايه، كميه السكر اللي جواها قد ايه، كميه الالياف اللي موجوده قد ايه، تنفع عصير ولا ما تنفعش. بصوا كده، ناخد معانا مكالمة جاية وبعدين نستكمل. بسم، معانا أم محمود. يا صباح الفل. صباح الفل، يا صباح العسل. صباح المانجا الجميلة. أقول لك كل سنة وأنت طيبة طبعا. ربنا يخليك يا أم محمود، ربنا تسلمي. ربنا يسعدك زي ما بتسعدينا كده. يا حبيبتي ربنا يسعد قلبك دايما يا رب. ربنا يبارك لك. هو كل حاجة بتتخزن زي المانجا كده؟ يعني كل الجوافة وأي حاجة؟ وأقول لك طريقة الجوافة سهلة قوي وبسيطة وجميلة وهتستمتعي بيها، وعارفة هتطلعيها مش هتحتاجي تلج كمان. الله يبارك، هقولها لك من عيني. شفتي جميلة والله. الله يسعد قلبك يا أم محمود، نورتيني. طيبة يا حبيبة قلبي، وأنتي بصحة وسلامة ويا رب العالمين، ما تحرمش منك أبدا. الجوافة، هنجيب الجوافة، هنقطع الجزء اللي فوق كده ونقطعها نصين، باخد بمعلقة البذر كده أشيله، وزي ما هي نصين جوه بعض، بعصر عصرة ليمون، اقلبهم كلهم مع بعض، واعمل اكياس بدخلهم جوه بعض كده زي الايه، على حسب او على قد الكميه اللي تستوعب الخلاط انه يعمل لي شفشق كبير، واحطها في الفريزر، هتطلع ولا تسود، فيها نسبه ليمون حافظاها وتستمتعوا بيها، واول ما بتبقى مجمده وتحطوها في الخلاط خلاص هي مش محتاجه اكتر من كده. انا هعمل واحده كمان. تعالوا بقى نكمل انواع المانجا. شوف انا بشتغل في الزبديه، المانجا في انواع منها، في طبعا انواع مانجا بلدي كده، دي كانت موجوده من زمان قوي في مصر يعني من قديم الازل،
وفي مانجا بتبقى مهجنه عشان يحسنوا الجوده بتاعتها، بس طبعا الطعم البلدي بتاعتنا ودي صعب انكم تلاقوها، دي بتبقى في المحافظات يعني وفي الاماكن دي. المهجنه دي بتبقى بقى ايه حاجات يحسنوا منها يعني، لكن البلدي الصغننه دي بتبقى زهيده الثمن ولكن مش موجوده كتير. بيكون سكرها قليل وفعلا اليافها قليله سبحان الله، على الرغم ان حجمها صغير عشان كده هي ما بيبقاش يعني عليها اقبال قوي. تعالوا كده بصوا بقى، بصوا هنا القمر الدين ومعانا ام اسلام. الو حبيبه قلبي صباح الفل. وعليكم السلام. الحمد لله. معلش يا روح قلبي، الف سلام على صوتك يا روح. بصي معلش بقى هعمل ايه يعني؟ لا بعد الشر عليك يا روح قلبي. والله انا لولا غلاوتك عندي انا الدكتور امبارح من يعني من الكلام خالص. لا يا عمري لا. طيب خلاص انا يكفيني ان انا سمعت صوتك بقى عشان ما نرهقكيش. لا والله انا يعني عايز بس اقول لك كل سنه وانت طيبه حبيبه عمري، ربنا يخليكي. العمر كله ليكي يا رب حبيبتي. يا رب يديكي كده العمر والفرحة وكل حاجة حلوة في الدنيا يا رب، ويخليكي لينا. أمين ويخليكي ويديك الصحة والعافية وألف مليون سلامة عنك يا روح. أنا حاولت أكلمك والله يومين بس كنت تعبانة جدا. لا سلامة عمرك، ربنا يخليكي بعد الشر عنك. يلا أنا مش عايزاكي بقى تطولي خلاص، إحنا سمعنا صوتك ودي حاجة جميلة، وكل سنة وإنتي طيبة وبصحة وعافية حبيبة قلبي. تسلمي يا ام اسلام، يعني والله مكالمتك غاليه عليا قوي حبيبه قلبي، شكرا جزيلا والله على المحبه دي جدا بجد. ربنا يسعد اوقاتك كلها ويفرحك بابنك يا رب. بصوا بقى حطيت العسل الجلوكوز، هبدا بقى ايه اقلب، هسيبها شويه وهنبدا نقفل مع بعض المانجا الحلوه دي. هوريكم برده الكيت، الكيت بصراحه جميله لحمها حلو. هنبدا نسترجع تاني الكلام الحلو عن المانجو. في نوع بقى جميل من الانواع الحلوه يعني العويس الهندي، في سناره، السناره ده كمان من الانواع الحلوه قوي. هي صغيره ولحمها قليل وسكرها قليل لكن فيها الياف يعني مش كتيره، بس طبعا اقل من الزبديه بكتير. في نوع الهندي ده طبعا لا يعلى عليه، وعايزه اقول لكم دي للاكل بس او زي اللي احنا هنعملها النهارده. بصوا بقى دول اللي انا باخدهم اجمعهم في بوله زي ما حضراتكم شايفين كده، واعمل منهم القمر الدين. بصوا باجي كده اروح عامله كده اهو عشان انضف الايه البذره دي كلها اهي، واخد العصير ده هو ده اللي اجمعه واعمل منه قمر الدين او العصير المركز من المانجو. والله احلى من اللي بتشتروه من السوق مليون مره، وحاجه طبيعيه وفاكهه طبيعيه وخزناها واتبسطنا بيها. في ناس بتخزنها الزبدية بقشرها، أنا مش مع القشر يعني بيأثر على الطعم شوية، مع أن سبحان الله القشر ده له فوائد كتير جدا هنتكلم عنه برضو. بصوا كده، بصوا كده أهي، قشر المانجا ده فيه عناصر غذائية كتير جدا، فيه كمية من السكر وفيه كربوهيدرات وفيه فيتامين ألف وبيقوي الجهاز المناعي جدا، وفيه فيتامين سي، عايزه اقول لكم بيرمم الجلد. بس طبعا الناس اللي بشرتها حساسه ما بينفعش معاها المانجو خالص. بصوا كده، وبيحسن الجهاز الهضمي، شايفين كل دول انا باخد الشرايح بس والباقي ده هنعمله عصير، كله منها من نفس الكميه اللي انا عاملاها، شايفين ازاي اهي، روعه روعه روعه. عايزه اقول لكم العصاير او انواع المحلات العصاير دايما ياخد ثلاث انواع من المانجا بيخلطهم مع بعض، بياخد السكري وبياخد الزبدية وبياخد الهندي كمان معاهم، لازم واحدة تبقى فيها ألياف، والسكري رقم واحد في مصر في العصير عشان حضراتكم تبقوا عارفين، ومش مناسبة للتخزين لأن هي فيها نسبة سوائل عالية وقشرتها رفيعة جدا، أي خبطة كده بتسود. طيب لحمها دايما سايب كده تحسوه مش كتير، سكرها عالي جدا، السحب عليها بيكون عالي جدا. بصوا ما شاء الله الزبدية جميلة ازاي، وشايفين الألياف، بصوا الألياف اهي، شايفين نسبة الألياف حلوة ازاي ولونها جميل ازاي، بصوا الجمال. تعالوا بقى شلنا دي وانا هعمل دول، واول ما نرجع استسمح حضراتكم في استراحة هخلص اخر مانجو وهترجعوا نقفل بقى مع بعض الكيسة واوريكم هنقفلها ازاي في انتظار حضراتكم بعد الاستراحة.
ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا بقى كده بدا ايه اللون يغمق سنه عما كان في المانجا، سنه سنه هتغمق طبعا. هنعمل زي المشمش لما بيبقى فاتح ويرجع لونه يغمق. انا هديت عشان ما يتلسعش مني، ان المانجا سكرها يتلسع. طبعا مش هحكي لحضراتكم حصل ايه في الفاصل، ان انتوا شفتوا اكيد كميه المانجا ودلوقتي بقت عامله ازاي. مفيش مشكله، خلينا بقى نبدا ايه نلحق دول نخزنهم عشان ايه ممكن ما نلحقهمش. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، شرايح كده. قبل ما اخد الشريحه دي خد معلقه صغننه كده. بصوا هنحط كده، ما هي معلقه كبيره يعني معلقتين صغيرين، نرشهم بس ايه رش كده. وهعمل كده كمان في العصير اللي جنبي ده. يعني انا لو كنت مال حضراتكم العصير اللي جنبي ده عايزين تستخدموه انه يبقى كعصير قطع مانجا كده، ما فيش مشكله برده. اهي دي طريقه كده. خليني اقفل هنا ده كده، وبعدين هاخد واحد كمان نحط باقي الشرايح، نعمل كيسين كده. كده انا لسه ما ضفتش الملح ليمون على القمر الدين، هضيفه في الاخر زي ما بنعمل كده المربى، ونروح حاطين الملح ليمون في الاخر اهو. وهناخد شويه من السكر، معلقه كبيره. طلعوا بقى الطعم، مش قادره اقول لكم بيبقى رائع ازاي. خليني ايه اقفل دول كده كمان. اهو وزي كده. كده والعصير ده اللي احنا طلعناه ممكن قوي احط هو كمان ويبقى عصير اهو، وارش عليه بقطع المانجا زي ما هي، معلقه سكر برضو اهو، ويبقى عصير. تطلعوه وهو ساقع زي ما هو ومش محتاج حاجه اساسا، بقطع المانجا وكتل المانجا الرائعه دي. يلا بينا. الصوت بعد قوي يا حبايب قلبي. خلينا بقى نمسح دي كده من بره. في بقى انواع تانية من المانجا، في مبروكة حجمها كبير وطعمها حلو وكمان لحمها كتير. بصوا وفيها سوائل كمان حلوة اهو، ده عصير حجمها بيبقى اكبر من الصديقة شوية بس مش احلى منها. يعني الصديقة دي بقى من الفئات المتميزة جدا، تتحط بقى على الكنافة، اعملوا بيها طرط مانجا رائعة ونسبة السكر فيها ممتازة، القشرة بتاعتها معتدلة. بصوا ده عصير. دي كيت هوريها لحضراتكم برضو. بصوا الكيت حجمها عامل ازاي. بسم الله، قشرتها ناعمة قوي ورقيقة، يعني مش تخينة مش كتيرة. أنا بس جايباها شوية ماسكة، بحبها أجيبها أنا كده وهي تستوي معايا أحسن ما أجيبها مستوية عشان أضمن طعمها. لحمها كثيف كده بصوا وناعم، وبتتخزن وبتتعمل عصير حقيقة، الاتنين بيتعملوا كده. هنا نقلب. بصوا القمر الدين معانا، مدام ورده من الشرقيه، اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيكي مدام عزيز. اهلا بحضرتك، ايه الاسم الجميل ده يا مدام ورده؟ الله يخليكي يا شيف عظيمه، منوره قناه الاهلي يا شيف عظيمه. الله يسعد قلبك يا حبيبه قلبي، نور بوجودكم واتصالاتكم. والله احنا بنحبك يا شيف عظيمه ومتابعينك على قناه الاهلي، وربنا يا رب يخليك على قناه الاهلي دايما. امين يا رب العالمين، احلى دعوه دي والله حبيبتي. ربنا يبارك، ربنا يبارك فيكي يا حبيبتي، كل حاجه حلوه بتعمليها وما شاء الله على المانجا اللي انت عاملاها يا حبيبتي. تسلميلي يا رب، كلك ذوق والله. لو ليكي اي طلب قولي لنا يا مدام ورده. ربنا يخليكي يا شيف عظيمه يا رب، ربنا يخليكي. كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادك. الله يخليكي وحضرتك طيبه وبصحه وسعاده يا رب، شكرا ليكي كلك ذوق.
الله يخليكي كلك يا حبيبتي. ذوق. الله يخليكي يا حبيبتي، منوره الدنيا كلها والله يا شيف عظيم. حبيبه قلبي منور بوجودك واتصالاتك، شكرا، سعيده بمكالمتك قوي يا مدام ورده والله. شكرا ليك يا حبيبه قلبي، شكرا جزيلا حبايبي، شكرا لحضراتكم كلكم، ذوق والله بجد. بصوا كده في بقى منجة تيمور، عارفينها فاكرينها؟ بتاعه النجم بقى ايه، ربنا يديله الصحه والعافيه، عادل امام، تيمور وهندي ومنجاوي، فاكرينهم المسرحيه دي؟ دي من احلى انواع المانجا في مصر. بصوا كيت ما شاء الله لحمها حلو ازاي، شايفين؟ دي برضو من احلى انواع المانجا. انا بقى هاخد دي كده، استنوا اشوف دي. تعالوا بقى نتكلم عن العويس الاسماعيلاوي بقى، ما تقارنش اصلا باي نوع مانجا حتى لو اجنبيه، فعلا لحمه متماسك وسكرها مظبوط مليون في الميه. بصوا انا بحب العويس دي جدا قوي. بصوا بقى باخد الكيت، بصوا اللي قبل بصوا البذره بتاعتها صغيره، هتشوفوها دلوقتي كل ده ما شاء الله لحم حوالين البذره بس، وهعمل كده. صوتكم بعيد قوي يا حبايب عمري، مش سامعاكم خالص. تعالوا بقى نتكلم بقى ايه عن قولوا لي لو في فصل عرفوني بس قبلها. لو في مانجا تانية بقى كمان اللي هي الفونس، دي بقى دايبه دايما بتتقطع بطريقه الكوبايه اللي هي بناكلها دي بالمعلقه. بصوا البذره بتاعتها مش كبيره، بصوا يعني رفيعه رفنوعه. دي الكيت، وبرضو انا هاخد كده معلش كده جلافز نضيف، احط في كيس. ماشي يا روح قلبي، ازود بقى هنا شويه نار، بسم الله. نتكلم بقى عن فوائد المانجا في العموم، ليها فوائد كتير قوي. حاجه اول حاجه، اول حاجه فوائدها ان احنا بنستمتع باكلها ودي اهم حاجه. تاني حاجه فيها مضادات اكسده كويسه جدا، حلوه قوي للقولون، وفيها فيتامين سي بنسبه عاليه، وبتقلل كمان نسبه تخيل الكوليسترول الضار في الدم، بتنظف البشره بتديها نضاره، بس اصحاب البشره الحساسه لا. ناخد السكر، دي بقى يعني ايه ليها فوائد كده جميله. دايما الدكاتره يقول لك ايه، دي بتحافظ لك على نسبه القلويات في الدم، وفيها نسبه بوتاسيوم برضو كويسه. عايزه اقول لكم بقى هي يعني، بس طبعا ما ينفعش ناكلها المرضى السكر لان هي مسكره جدا، بس دي كيت. الورق بتاعها ده او الحروف بتاعتها دي اللي هي القش، اسفه، ورق الشجر بتاعها بيتغلي في ميه وبينقعوه بالليل، ومرضى السكر بيشربوه الصبح، بيظبط لهم مستوى الانسولين. تخيلوا الورق الشجر اللي هي مزروعه عليه المانجا اللي بيبقى اخضر مع المانجايه كده، فيها فيتامين ألف بشكل جميل. فيتامين ألف ده مفيد جدا يا جماعة والله قوي، وفيتامين إي مهم جدا. تعالوا بقى إيه، أمسح كده اللي هنا وبعدين نستكمل. شوفوا بقى الفرق بين اللون الزبدية طبعا ولون الكيت. الكيت شفتوا ما شاء الله المنجاية كبيرة وحلوة إزاي، وانا دلوقتي حاطه القمر الدين. هبدا بقى ايه قبل ما يدخل على التسويه، انا بس مهديه النار عشان ما يتلسعش مني، مش دايما اقلبه لانه من تحت لو اتلسع هيشيط مش هيبقى حلو. بصوا كده دي الكيت ودي الزبديه، دي زبديه ودي كيت، وده شويه العصير اللي اتبقوا اللي احنا هناخد منهم زيهم شويه من الكيت اهو، هحط عليهم برضو سكر كده. دول لوحدهم يتعملوا عصير دايركت، يعني اعملهم كده شايفين خلاص ويتشربوا عصير. معانا مدام سلوى من الشرقيه، يا مرحب. يا مرحب، مرحب بيكي، مرحب بيكي يا شيف عظيم. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. اهلا وسهلا، منورانا يا شيف عظيمه، ومانجا جميله اللي انت مخزناها دي، مانجا جميله تسلم ايدي. الله يخليكي، تسلمي يا رب ما تحرمش منك كل حاجاتك الجميله يا شيف عظيم. الله يسعدك، وتحيه لكل اهل الشرقيه الكرام.
وبحب اتفرج دايما عليك ومتابعاك. يا حبيبتي ده شرف ليا على راسي من فوق والله. الله يخليك، كل سنه وانت طيبه باذن الله. حبيبتي عيد ميلادي. وانت طيبه وبصحه وسعاده يا رب. انتوا اهل الشرقيه اهل الكرم، منورانا يا شيف عظيم. الله يسعدك، منور بوجودكم حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. الله يخليك، ما تحرمش منك، ولو ليكي طلب قولي لنا من عندي والعندي. تسلمي 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 على كل حاجه بتعمليها، تسلمي. الله يخليك يا حبيبتي، نورتينا وشرفتينا، تسلمي لي يا رب. وشكرا، كلكم ذوق والله. بصوا بقى هشيل شويه دول كمان في كيس عشان نبقى ايه، عملنا كل الحاجات اهو. وبعدين نكتب على الاكياس بقى، لو انتوا عاملين نوعين ومثلا هتحتاجوا نوع معين في حاجه معينه، تبقوا انتوا عاملين حسابكم انه ده مكتوب عليه. بس نعمل بقى اطباق وتبقى جميله، وقعدوها بقى وتبسطوا بيها، والقمر الدين كمان يطلع. ادي كده عصير الكيت والعصير بتاع الزبديه اهو، نشيل دي خلاص. وقبل بقى ما نطلع استراحه نبص على قمر الدين، بصوا بقى لونه بدا يتقل وبدا يقل يتكاسف. بصوا المانجا شكلها جميل ازاي، خزنوها بالهنا والشفا. احنا رمضان السنه دي غالبا هيبقى ان شاء الله، يعني كل سنه وحضراتكم طيبين، عشنا وكان لينا عمر، هيبقى في شهر 3 شهر مارس، مش عارفه تقريبا كان في اواخر مارس، هيبقى تقريبا بعد مناسبه عيد الام بحاجات بسيطه. بصوا بقى اللون بدا يغمق وبدا ايه، هشوف القوام بقى، بقى لها شويه لسه يتقل عن كده كمان ان شاء الله، عشان خاطر مدام منال وعشان خاطر كل اصدقائنا اللي بيتابعونا. من بكره هنبدا في وصفات المولد النبوي الشريف. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويعني ان شاء الله تبقى حلقات مميزه، هنبدا بالوصفات البسيطه الجميله، اعملوها في البيت، وهتكلم معاكم على في محلات بتعمل بايه، ويعني الفروق ايه بين المحلات وبعضها، الاسعار بقت غاليه وتقدروا تعملوها في البيت باسعار زهيده وجميله جدا. هنستسمح بقى حضراتكم دلوقتي، نطلع لاستراحه، نرجع هنصب القمر الدين ونبدا بقى في كنافه المانجا، علشان يبقى ختامها كنافه مانجا ان شاء الله. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا بشوف بس القوام، انا ما رضيتش اصفيها على فكره، مش عايزه اصفي المانجا، انا عايزاها تفضل زي ما هي كده حتى لو فيها حتت مانجا عادي. بصوا نقدر نعمل بالجوافه ونقدر نعمل بالفراوله المجمده لو انتوا محتفظين. لسه هيتقل كمان عن كده شويه، يتقل كمان تاني. قمر الدين ده ياخد له يومين ليومين ونص عقبال ما ايه يشد في مكان فيه تهويه. طيب نبدا نعمل كنافه المانجا وبعدين نقفل اخر حاجه نصب الايه القمر الدين يكون خد وقته. طيب عندي لكنافه المانجا نص كيلو كنافه، نص كيلو كنافه بحمصها اما في الفرن او بحمصها على البوتاجاز زي ما حضراتكم تحبوا، معاها كوبايه سمنه، وعندي شربات تقيل هو ده اللي انا تقريبا هحطه في ال، هحط الشربات ده في الايه، يعني هحطه على الكنافه كده كانه مكان الايه، او على عسل ابيض ممكن، بس يعني ايه الشربات التقيل دايما بيبقى احلى يعني. طيب عندي كريم شانتي، وممكن مكان الكريم شانتي كريمه خفق او كريمه لباني باودر، بتتباع برضو عند مستحضرات الحلواني، في محلات مستحضرات الحلواني، او عند الراجل اللي حضراتكم هتشتروا منه الكنافه. طيب عندنا الكاسترد او الباستري كريم، هو بيتقال عليه كريم باتيسير، بيتباع باودر وبيتعمل بالمقادير بتبقى مكتوب عليه بالميه، مفيش مشكله. بس انا النهارده عامله الكاسترد مانيوال، يعني عاملاه حقيقي اللي بالبيض واللبن، وهقول لكم مقاديره. عندي مانجو متقطعه مكعبات، وعندي جيلي مانجا انا يعني ايه هستخدمه علشان المع بيه الفاكهه بتاعتي واحافظ عليها لما تدخل الثلاجه. ماشي الكلام، انا بس بقلب كده مع حضراتكم قمر الدين من وقت للتاني عشان ما تدلوش فرصه انه يتلسع. شوفوا المعيار قل خالص، اللتر ده يعمل لنا حاجه حلوه، يعني يعمل لفه كبيره وصاج اكبر من ده، او لفتين صغيرين. طيب هبدا اول حاجه، بسم الله، هاخد الكريم شانتيه
ونروح. الكريم شانتيه اللي انا شارياه هو خام يعني بدون سكر، وده بيتباع عند محلات ايه مستحضرات الحلواني او عند الراجل اللي حضراتكم برضو هتشتروا منه الكنافه، هتلاقوه بيبيع الكاستر والكريم باستري والكريز والفروتي المسكره والحاجات دي كلها. طيب هنروح بقى هنا نحط كده كميه الكريم شانتيه اللي احنا عايزينها. بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي ميه بتلج. بسم الله. خلينا ننزل كده الاول ونبدا نضرب شويه ونشوف القوام. ايوه الميه بتلج دي بتفرق جدا لانها بتخليه يتماسك بسرعه. طيب هاخد كده الجيلي، ناخد كده عندي هنا جيلي على كوبايه ميه صغننه. يا خبر معانا مدام منال. صباح المانجا. يا صباح الفل. عندك تاخير. اهداء صغير قد كده يا روح قلبي، تعملي اللي انت تامري بيه. اتفضلي. اعمل اهداء للشيف عظيمه واقولها كل سنه وانت طيبه. يا روح قلبي، يا روح قلبي، ربنا يخليكي. وبحيي كل فريق الاعداد بتاعها، فعلا ناس راقيه وبجد يعني بشكرهم جدا وخلوني فعلا دمعت. يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي يا مدام منال، كلك ذوق والله، شكرا ليكي كتير كتير. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، حبيبتي نورتينا واسعدتينا. بكره ان شاء الله وصفات مولد النبوي الشريف. ما انا سمعتك والله وبشكرك مقدما والله، وانا بصي انا قاعده متابعه لاني ناويه اعمل فعلا حاجات مولد النبي السنه دي. ان شاء الله تطلع جميله من ايديكي باذن الله. تسلم ايديكي حبيبه قلبي. تسلمي يا مدام منال وشكرا لحضرتك، كلك ذوق، نورتينا وشرفتينا. بصوا بعمل جيلي مانجو هنا عشان يديني حلو كده، يبقى طعم المانجا برضو. بصوا ادي القمر الدين بقلب كل شويه، معلش هو بياخد شويه كده بالنسبه للفائف، وبرضو المرحله بتاعه العصير المكثف عشان لو عايزينه زي العصير بتاع بره اللي بنشتريه ماركات هي نفس الطريقه. انا عليت بس شويه. بصوا الجيلي، تعالوا نبص كده هنا على الكريم شانتيه. بسم الله الرحمن الرحيم، لسه شويه خلينا نزود واحط معاه سكر بودره. هضيف عليه سكر بودرة والكاسترد. الكاسترد أنا عاملاه 2 صفار بيضة على لتر واحد من اللبن على 3 معالق سكر على فانيليا. يعني خدت البيض خفقت الصفار وحطيت عليه فانيليا وحطيت 3 معالق نشا كورن فلاور، وبعدين خليته كده في جنب، وبعدين سخنت اللتر لبن، خدت منه كبشتين على الصفار البيض والفانيليا والثلاث معالق نشا، عدلت السخونية ورجعت الخليط كله في الحلة وبدأت أضربه لحد ما بقى الخليط اللي قدام حضراتكم ده أهو كده. هبدأ أحطه عشان ده بيبقى اسمه الشو باستري كريم. بصوا كريم الكريم شانتيه بدأ أهو يتماسك، وهنا الجيلي المانجا ريحته روعة. أنا بعمله بس عشان ألمع الفاكهة كده من فوق تحافظ عليها فريش وتبقى ما تتبلش في الثلاجة أهو. خليني أهدي سنة. بسم الله، هرفع بس دقيقة، هنحط شوية سكر بسيطة، معلقتين معلقتين بس، لأن أنا عندي كمان كاستر والمانجا فيها نسبة سكر، وهحط كمان على الكنافة نفسها شوية سيرب تقيل كده. بسم الله، دوقوا بقى دي وقولوا لي دي ولا اللي بتتباع بره. هبدأ كده أخد الكاسات هنا. ثواني حبايبي مطفي ده، هاخد كده شويه من الكنافه دي. برضو تتعمل بكذا فكره، تتعمل بفكره الكاسات كده، وتتعمل بفكره بايركس كبير. نحط فيه الحاجات الحلوه بتاعتنا دي كلها. بصوا بقى كده خلاص الجيلي غلي، هرفعه من على النار، هسيبه بقى هنا ونبص بص على بصوا بقى بصوا القمر الدين تقل زيادة، هتشوفوا بقى دلوقتي. بصوا كده بدأ في المرحلة بقى اللي احنا عايزينها اهي. تلاقوا دي بتنزل ببطء، ما بقتش تنزل ايه بسرعة.
هنسيبها برضو 5 دقايق دول. تعالوا بقى ناخد، انا عايزاه كريمي قمر كده. تعالوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. بس احط منديل هنا. عشان لو نزل منديل يعني نزل اي صوص ولا حاجه. وهناخد بقى هنا، بسم الله. قبل ما اعمل ده خليني الاول ايه، اخد شويه من الشربات. خلي دي هنا هنا على الكنافه، بس حاجه بسيطه قوي كده. الكاسترد ده بقى فيه كميه فوائد غير طبيعيه. بصوا بقى الصوص ده يجنن. عايز اقول لكم ده مصدر كويس جدا الكاسترد ده للبروتين، لان فيه نسبه بيض كمان، في فيتامين ألف بيقوي المناعة، في نسبة كالسيوم بيقوي الأسنان والعظام. تعالوا بقى ناخد كده كام منجاية في النص، هنحط طبقة تاني. عايزة أقول لكم الأمهات بتعملوا للأطفال بيبقى زي بديل للحاجات اللي بتشتروها جاهزة يعني. هنعمل إن شاء الله. حضرتك محتاج كاس أكبر؟ حاضر يا فندم، حاضر، أنت تؤمر يا فندم. هنعمل بقى واحدة كبيرة كمان ترضي كل الأطراف. وهناخد طبقة تاني. خليني بس الأول، أيوه هو ده الكلام. خلاص انا هرفع ده هنا، اسمحوا لي هسيبه يهدى. نكمل بس الكاسين دول. حط بقى المانجا كمان من فوق كده. كام واحده مانجا؟ الكنافه دي ظهرت امتى بقى؟ دي ظهرت في عصر معاوية ابن أبي سفيان. اتقال إن أهل الشام عملوها له عشان يتسحر بيها في رمضان. انتشرت بقى في جميع البلاد واتسمت بكنافة معاوية. وفي ناس قالوا إن أصل الكنافة دي رجعت لأصل الفاطميين في القاهرة، اتعملت للخليفة المعز لدين الله الفاطمي وهو داخل برضو القاهرة في شهر رمضان الكريم. شايفين كده؟ تمام. هننظف بس هنا، ناخد بس، انا عايزة ده بقى عشان نعمل واحدة كده ايه حقيقية رائعة، وبعدين ننظف الحاجات دي. وهنعمل بقى بالجيلي فوق الفاكهة دي. تعالوا بقى ناخد الطبقة الحلوة دي. خليني اشيل ده واجيب لوش بقى حلو ياخد كميه كده حلوه نصب بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخد كده الاول طبقه من الكنافه المقرمشه اللي عملناها بالسمن. قطعوها، اهم حاجه في الكنافه عشان تبقى مقرمشه خلوها في الفريزر تشد شويه، وبعدين خدوها كسروها واضربوها في الكب جرشه خفيفه ما تنعموهاش قوي. اهو ادي كده طبقه حلو. وبعدين ناخد بقى السيرب التقيل، الشربات اللي احنا عاملينه، وممكن مكانه عسل ابيض خفيف. ليها انواع كتير الكنافه، في ناس بتحبها بالقشطه، اهل الشام كلهم بيحبوها بالقشطه، اهل مكه المكرمه بيعملوها بالجبنه اللي من غير ملح، بتبقى بالنسبه لهم عن باقي الانواع مختلفه. اهل نابولس بيعملوها نابولسيه اللي هي تعرف باسم الكنافة النابلسية. بلاد الشام بقى هي اللي بيتقال عليها المبرومة أو المفروكة اللي هي بتتحشي بقى لوز وبندق، بندق أو فستق. بصوا في مصر بقى احنا اللي اخترعنا المانجا الحاجات الحلوة دي بقى، الاختراعات دي بتاعتنا احنا. تحسوا لمساتنا موجودة في كل حاجة. شوية كنافة، شوية مانجا،
كده وبعدين هناخد طبقة كنافة تاني كده عشان كل واحد ياخد بالمعلقة ايه يتبسط ان هو في فوق زي تحت مش حرام يتظلم كده. دي بقى بتبقى رائعة الحقيقة من الحاجات الجميلة قوي. برضو هاجي كده رشة بسيطة خفيفة من السيرب تدي كده طعم حلو. شايفين ازاي؟ وبعدين هناخد القمر ده. شايفين انا عايزاها كريمي ازاي عشان تتبسطوا بيه؟ مش عايزه اضرب الكريم شانتيه يبقى تقيل. انا عايزاكم ده هيشد في التلاجة بس انا عايزاه تستمتعوا بيه ويبقى مش كريم شانتيه هش كده. طبعا الكاستر هيديله طعم روعه عشان حضراتكم تبقوا عارفين. تعالوا بقى ناخد باقي المانجا دي. شايفين الجمال؟ ايه ده؟ ايه يوم المانجا الحلو ده؟ زمان كانوا ساعات يدلعوني يقولوا لي عظيمه يا مانجا. معرفش عشان هو الراجل كان بتاع المانجا تقريبا بيمشي ويقول ايه عظيمه يا مانجا يعني على المانجا بتاعته ولا ايه؟ فكنت يعني بستغرب قوي انه ايه؟ كنت اقعد اقول لبابايا هو ليه بيقول يا مانجا؟ ليه بيقول عظيمه؟ ليه بيقول اسمي؟ فبابايا كان يضحك يقول لي هو بيمدح على المانجا بتاعته فبيقول عليها عظيمه يا مانجا. ده كده شرف للمانجا جامد قوي. لا لا المانجا دي ليها شخصيه مستقله لازم نحترمها بصراحه. وطبعا مش قادره اقول لحضراتكم هناخد دلوقتي الجيلي بقى الحلو اللي احنا عملناه اللي بالمانجو سيبناه يهدى شويه ما يبقاش سخن قوي. نلمع بقى ايه الفاكهه بتاعتنا الحلوه دي حتى لو نزل على الوش كده منها مش مشكله بس عشان وما يبقاش سخن قوي عشان ما تتبلش برضو. انا عايزه في الاخر احافظ على الفاكهه مش عايزه ايه احط عليها جيلي سخن. شايفين اللمعه الحلوه دي؟ وهعمل كده على الكاسات برضو وهنلمعها دلوقتي حالا بشكل جميل. ناخد دي نشيل دي بقى خلاص نلمع بقى الحاجات. وبصوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم هناخد القمر الدين ارتفاع سنتي اهو ما تعملهوش تخين. البلاستيك ده مدهون زيت بارافين او زيت عادي نباتي هياخد له يومين عقبال ما يومين ونص ثلاث ايام ماكسيمم لو التهويه بتاعته كويسه. شايفين ازاي؟ خليني اخد ده معلش بس شايفين كده؟ نعم يتشال بره ما يتحطش في التلاجه خالص. احنا هنسيبه في الهواء الطلق وعايزين حضراتكم تغطوه باي شاش بدبلان بحاجه مفيش مشكله خالص. اهم حاجه انه ما يجيلوش حشرات مكان فيه تهويه. تعالوا بقى احنا نقدم الحاجات دي هناك ونلمع الطبق بتاعنا الامور ده عشان انا حاسه ان الطبق ده كده ايه هنصور كل الحاجات الحلوه دي. ممكن اخد الطبق ده هيبقى اجمل. بسم الله الرحمن الرحيم هنودي بقى الحلوين دول هناك. بسم الله وناخد كمان الطبق الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم
ونقدمه. تسلم ايديكم، ميرسي. تصوير كمان جميل اهو. وهناخد القمر الدين برضو هنقدمه هنا جنب المانجو بتاعتنا اللي احنا مخزنينها. شايفين الطبقات بقى بتاعت الكريمه حلوه بتتغلغل مع الكنافه. الكنافه بقى اللي اتبقت عند حضراتكم دي، حضراتكم تقدروا تحطوها في كيس في الفريزر اي وقت احتجتوا تعملوا اي وصفه فيها كنافه، بالمهلبيه، بالكاسترد، بالشوكولاته، بالبودنج، باي حاجه استخدموها هتبقى جميله جدا جدا. انا حبيت اعمل النهارده حلقه المانجو عشان كل اصدقائنا اللي حبوا يخزنوا المانجو. كل سنه وحضراتكم طيبين دايما، يا رب بيتكم عامر بالخير دايما والرزق الوفير يا رب العالمين. دلوقتي بقى خلاص خلصنا المانجو، هنطلع نستقبل الفقره الطبيه في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه مع دكتور احمد نوبل والكورس الرائع اللي كل اصدقائي سالوني عليه. كل الاسئله هنجاوب عليها بعد الاستراحه. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع فقرة الصحة والرشاقة واللي كتير من المشاهدين بيستنوها علشان يتعرفوا على أسرار الجسم الصحي والمثالي. النهاردة منورني في الاستوديو دكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة، وهنتكلم مع بعض في موضوع جالي أسئلة كتير جدا عليه على صفحة البرنامج، وهو الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون. ده اللي هنعرفه من دكتور أحمد. منورنا يا دكتور. نور حضرتك. إيه المواضيع دي؟ موضوع قوية. الناس ما شاء الله ما شاء الله عندها من الثقافة حقيقي بجد، والله أنا مبسوطة إنه في ناس بجد فاهمة وبدأت يعني عندها ثقافة التغذية الصحيحة والصحية. عندك حق فعلا. فالسؤال ده أصله سؤال ما يسألش إلا من حد يعني خاص جدا ومش أي حد إلا يكون انفولفد بجد في الموضوع. صح. جاوبنا بقى على السؤال ده يا دكتور بجد عشان بيحير ناس كتير. حلو قوي. في الأول إحنا زمان أيوه كانت الناس بالنسبة لها تعرف انها خست ولا ما خستش لو في الميزان. كويس كويس صح. وده فكر خطا بشكل غير طبيعي. بدليل مثلا انسان رياضي، انا مثلا لاعب كمال اجسام وزني 80 كيلو. كويس. هل لو 80 كيلو ديت على شاب تاني مثلا في دهون هبقى نفس الشيب؟ لا اكيد مختلف طبعا. فبالتالي الموضوع مش عمليه ميزان ابدا. تمام. عمليه ايه؟ حاجه اسمها ان بودي. يعني بالعربي ان بودي، داخل جسمك مظبوط. جسمك داخل له ايه؟ داخل له دهون، داخل له عضلات، داخل له ميه، داخل له عظم. كويس. فالان بودي هو اللي بيقول لي انا خسيت دهون ولا لا. اوكي. فبالتالي انا تارجتي عشان اعمل دايت واخس هو تخسيس الدهون. صح. ايه راي حضرتك لما انا اديكي دايت وتلاقي ان محتوى العضلات بتاعك نزل؟ لا مش كويس. تبقي سعيده صح؟ طبعا. هو ده الدايت الغلط. الناس اللي بتمشي على دايتس غلط اللي انا عايز احرق على الميزان وخلاص. مش مهم انا بحرق صح ولا غلط. بالظبط. ايه رايك مثلا انت مشيتي معايا كدكتور ايوه ولقيتي نفسك في يوم وليله خسيتي 5 6 كيلو؟ يا سلام، هقول هايل. نزلتك ميه طبعا، ضحكت عليكي، جيت شربت ميه بعد كده اتعبت تاني. ودي وسيله على فكره دكاتره انا فاهمه في ناس ما تبقاش عندها ضمير. بالظبط كده. فالعمليه مش مجرد نزول وزن على الميزان خالص. الكونين دلوقتي الميزان ده على جنب. أوكي. تماما، ابعدي عني خالص. تمام. يبقى العمليه عمليه ايه؟ انا عايز اعرف جسمك بيتكون من ايه، والحاجه الحلوه زي البروتين اعليها. كويس. زي العضلات، الالياف العضليه. والحاجه الوحشه زي الدهون اقللها. حلو. فبالتالي دلوقتي احنا منظورنا اختلف من مجرد اللي احنا بنبص لميزان لجهاز بيقرا لي اللي هو الاسم الان بودي. اوكي. بس كده. طيب يعني دلوقتي بقى واحده عايزه تعرف هي خس الدهون ولا العضلات، تعمل ايه؟ تمام. بص يا فندم، احنا اول حاجه احنا في شركه اون تارجت فارما. ايوه. شركه عندنا بتقدم حاجتين، خدمتين متوازيين لبعض. كويس. مفيش حاجه تغني عن حاجه. احنا معانا منتج اسمه الاناسيليوم ودلوقتي هنجيب كلام فيه. تمام. والمنتج الثاني هو منتج الدكاتره اللي بتتابع معانا. بكل بساطه احنا شركه، ارقام ظاهره على الشاشه. حضرتك كلمتينا عايزه تخسي. انا كدكتور هطلب منك ان بودي. كويس. ايه الان بودي؟ الان بودي ده جهاز حضرتك بتروحي تقيسي لي فيه، تعرفي لي محتوى الميه زي ما قلت، محتوى العضلات. هو الجهاز فيه كل الحاجات دي يا جماعه، هو بيقيس كل الحاجات دي، ارقام. انا بقى كدكتور بروح جاي بصص في الارقام ديت. والله عندك الدهون مثلا 50 كيلو.
لا عايز انزلها. تمام. عندك العضلات 20 كيلو. عايز ازودها. ليه؟ انا بالنسبه لي لما بزود في العضلات بيفيدني في حاجتين. اول حاجه بيرسم الجسم. بيعمل البادي ري شيبينج اللي هو الشكل الحلو اللي الناس كلها عايزاه. تاني حاجه المحتوى العضلي لما بيزيد في الجسم بينشط الجسم للحرق. كويس قوي. بكل بساطه العضلات هي المكنه بتاعه الحريق، هي هي اللي بتحرق في الجسم. كويس. فكل لما العضلات تزيد كل لما المكنه دي اتحرقت افضل. كويس. كل لما الميزان اتجرى معايا بسرعه. كويس جدا. حلو كده الموضوع. حلو جدا. فانا اول حاجه هطلب منك تعملي لي ان بودي. كويس. وهطلب منك شويه اسئله تانية في ابلكيشن انت بتمليه استماره. انت بتمليها اسمك وسنك وعنوانك، تاريخك المرضي، عندك سكر، عندك ضغط، عندك غده، عندك حاجات كتير جدا انا ببدا اقراها. كويس. الحاجات دي بطلب منك ان بودي. انا ابدا بقى ابص في الان بودي. والله انت بالنسبه لي عندك ميه كتير مع دهون كتير مع الياف عضليه قليله. لا خلاص انت كده الفتره الجايه هحط لك دايت قايم اللي انا اقلل لك فيه نسبه الدهون جدا وازود لك نسبه البروتين في اكلك. كويس. بروتين زي لحمه، فراخ، سمك، سمك، بيض، كل الحاجات اللي فيها بروتين دي. ممكن توصلي معايا لنقطه في الميزان ان انت بتزيدي بس فرحانه. انا واحد من الناس، خلينا مثال على ارض واقع، انا جايب صور ليا زمان، صور دلوقتي يمكن هتتعرض دلوقتي وانا بتكلم على في التلفزيون. والله انا هشوف هتتعرض كده. ايه نتكلم لغايه لما تنزل. تمام. انا كنت 120 كيلو. من 120 كيلو نزلت 60 كيلو. ما شاء الله. ده كانت خساره دهون بشكل غير طبيعي. انا تقريبا صفيت نسبه الدهون في جسمي. ادي صور. ده على اليمين، ده كان قبل، ده انسان تاني خالص. واحد بكرش صعب قوي. وهنا كانت 60 كيلو بالظبط. ما شاء الله. تمام. انا جيت عند 60 كيلو حصل لي نوع من الارضاء النفسي كده خلاص. بس كان اللي يشوفني يقول لي انت عايز تزيد. طب انا لو كلت ممكن ازيد دهون. خفت تنزل. فارجع تاني زي ما كنت. نفس الشيب الاولاني. او حتى ارجع 80 بس شكلي مش حلو. لان الموضوع في الاول وفي الاخر مش ميزان زي ما احنا قلنا، الموضوع شيب. الشيب. شكل جسم. فانا اخترت انا برضه استخدم الاناسيليوم وانا بزيد عشان اوصل ل 80 كيلو بس صافي مصل، صافي عضلات. شكلي البس اي قميص شكلي فيه حلو، البس اي تي شيرت شكلي فيه حلو. عشان تاكل المفيد بس، اللي انت شايفه هو ده اللي هيناسبك. هنا بقى زي الاناسيليوم يخسسني ويزودني. عشان كده انا بقول الاناسيليوم هو العمود الفقري لاي دايت في الدنيا. بكل بساطه ايه الاناسيليوم؟ الاول نديله تعريفه، بعد كده ازاي نوظفه. اوكي. الاناسيليوم هو عباره عن الياف ربنا خلق لها طبيعه سبحان الله. لما بتشوف الميه بيحصلها بالك. بتزيد وبتعمل بالونه معده. كويس قوي. انا باخدها قبل الوجبه بتاعتي الرئيسيه اللي هي وجبه الغداء بنص ساعه. كويس. بجيب اكياس، بجيب الكيس على كوبايه ميه بقلبه كويس قوي وبشربها. بعدها بشرب كوبايتين ميه. كويس. خلال النص ساعه ديت بتبدا المعده يحصل فيها بالونه في المعده. فبتملى تقريبا من تلتين لثلاث ارباع حيز المعده. كويس. فباقي بس ايه ربع المعده. ده اللي يستقبل التغذيه. سواء الاكل او الشرب. طب انا الربع دوت لو سبتك، عشان كده انا قلت في الاول، ترجع في اول كلامي، انا قلت انا بقدم منتجين، منتج اللي اسمه الاناسيليوم مع الفريق الطبي. لو سبتك تاكل الربع ده اي حاجه مش هتوصل للشيب اللي اي حد يتمناه. فبالتالي انا بعين معاك دكتور يحط لك بقى السيستم اللي زود لك بيه الالياف العضليه. يقول لك بقى هتاكل ايه كمان. بالظبط. اوكي. ليه انا عايز ازود لك الالياف العضليه؟ السببين اللي قلتهم، ليه يبقى شكلك حلو، شكلك قوي، بس مش قوي بدهون، قوي عضلات شكلك. وكلمه عضلات دي مش للرجاله بس على فكره. ايوه للسيدات كمان. السيدات انا عارفه اللحم شيب اللي هم بيحبوه. ايوه. تمام. عشان كده ممكن تلاقي حد بيخس بس شكله بقى وحش، بس في اون تارجت استحاله تلاقي حد بيخس وشكله يبقى وشكله بقى هزيل خالص. انا حتى يوم لما كنت 60 كيلو هنا، لا انا شكلي مش هزيل، شكلي حلو برده. ففكره ان دكتور يحط لك السيستم اللي انت تاكل وتشبع فيه بس تاخد بروتين، فبالتالي اليافك العضليه تزيد. فالدكتور الموضوع يبقى بالنسبه له اسهل، ان حرقك كمان بيعلى. فتوصل انت لهدفك بسرعه، ومش توصل لهدفك وانت عندك انيميا ولا وانت وشكلك وحش. ولا انت عندك الانسولين وقع وبنكرياسك باظ ولا كل الكلام ده خالص. دي حاجات مهمه قوي يا دكتور. طبعا. عشان كده مش مفيش حاجه اسمها ورقه. ما شاء الله انت خسيتي جدا، ما تجيبي الورقه اللي احنا مش عليها. ده مش عندنا الكلام ده. انا عندي في الشركه ستاف دكاتره كامل متعين. كل جسم غير التاني يا دكتور، وحرقه غير التاني ومقوماته غير التاني، كل حاجه. عشان كده احنا مش عايزين دكتور. عايزين مجموعه دكاتره
كل دكتور متخصص. مثلا انا شاطر مع مرضى السكر، معايا 3 4 دكاتره بنفس المجال بتاعي متخصصين مع مرضى السكر، غيري مختص بمرضى الضغط، غيري مختص اطفال، لان سن مهم جدا واحنا داخلين على المدارس. ايوه للاطفال. فهي منظومه كامله. لما تيجي انا بتكلم عايزين المره الجايه ان شاء الله نتكلم عن الاطفال داكي. عشان هتبقى خلاص كله دخل المدارس بالظبط كده، وحاجه مهمه الفئات. جدا جدا وحته الاطفال ديت بليز كريتيكال قوي، بالذات اللي احنا عاملين مبادره مع مبادره رئاسيه للاهتمام بصحه الاطفال. هنتكلم فيها ان شاء الله الحلقه الجايه. هبقى معاكم في المبادره دي، ده حاجه شرف لينا فعلا ان شاء الله. فاحنا في الاول وفي الاخر، انت في الاول انا اتكلمت كلام كتير وفي الاخر احنا ربطناه مع بعض. الانسيليوم ايه دوره؟ احنا قلنا اللي هو بيملى المعده، فبالتالي ما بيخلكش تجوع. طب انا ليه مش بديك انسيليوم بس؟ عشان مش عايز جسمك يقع. انا مديه معاك دكتور يبدا الربع اللي في المعده اللي فاضل ده يملاه لك صح. ايوه، عشان لما تخس تخس بقوه. طب ناخد دينا ونرجع نستكمل مع حضرتك. معانا دينا، اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا دندون، اتفضلي حبيبتي. انا الحمد لله تمام. ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ ازي حضرتك، الاخبار عامله ايه؟ الحمد لله تمام دايما كده. انا دينا عندي 23 سنه، خدت الانسيليوم بس خدته اقراص، وصراحة هايل جدا ونزلت تقريبا 10 كيلو. قولي لنا كنت كام وطولك كام يا دينا ونزلتي في قد ايه؟ عرفينا كده التفاصيل. بصي انا ما كنتش منتظمه قوي لان انا مهمله جدا الصراحه، وخدته مثلا حوالي مثلا 3 شهور نزلت 10 كيلو. كنت 80، دلوقتي انا 70 ولسه مكمله معاهم، والنقط بتاعتهم هايله جدا، يعني بحس فرق كبير قوي 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 لما باخدها. وكانت مشكلتك فين؟ في الشهيه اللي كتير الوقت، ولا كانت مشكلتك في الاوقات الغلط اللي تاكلي؟ مشكلتي كانت في الاوقات الغلط والحلويات، انا عاشقه الحلويات. دلوقتي لا، ما لو جبتش كولاتاي ما اقدرش اكملها كلها. اوكي يا حبيبتي. بيعمل فعلا على سد الشهيه بدرجه كبيره جدا. انت متابعه مع مين؟ متابعه مع مين يا دينا؟ متابعه مع دكتور نرمين. تمام كويس، بجد دكتور كويسه قوي ومحترمه جدا، واي استفسار بترد عليا ساعتها. يعني في تواصل على طول طول الوقت صح؟ على طول على طول بتتابع معايا، وكل اسبوع باوزن وببعت لها، وهي صراحه شخصيه محترمه جدا 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 قوي يعني. طب انت ايه رايك في النظام الاونلاين ده؟ حاسه مريح بالنسبه لك عن الزيارات اللي ممكن الواحد يروحها للدكتور؟ مريح جدا بالنسبه لناس جداً. كتير بتبقى ما بتقدرش على التواصل من خلال العيادات صح كده؟ بالظبط كده. طيب يا حبيبتي عايزه تضيفي اي حاجه يا دينا؟ لا انا عايزه بس يعني استمروا في الموضوع بجد، لان هو فعلا هايل جدا. يا حبيبتي ميرسي ليكي وشكرا لمداخلتك يا دندون. ميرسي وان شاء الله تكملي على خير. حبيبتي هي بتقول انا مش منتظمه، شوفي على عدم انتظامها برضو نزلت 10 كيلو. هي حتى انتظامها جايبه نتيجه حلوه. 10 كيلو على 3 شهور ده كويس جدا. ان 80 كيلو هي ما عندهاش دهون كتير. فبالتالي هي بتظبط شيب بقى جسمها. الحتت الصغيره بقى اللي هي ايه، البطن الصغيره ديت مع بنسميه الفاين تيونينج، اللي هو بقى التظبيطه الاخيره دي. ايوه فهي التظبيطه، انت ما عندكيش دهون كتير، فبالتالي مش عايز ميزان. انا قلت لك موضوع الحلقه مش عايزك تبقي 80 70. انت لو 80 بقيتي 80 بس نزلتي محتوى، نزلتي محتوى دهون وعليتي العضلات، انا كده ممتاز جدا 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 جدا، انا فرحان. طيب في ناس بتسال هل ممكن تنزل الاثنين مع بعض؟ طب هو طبيعي ينزل الاثنين مع بعض. بص يا فندم هقول لحضرتك، في الاول الاوزان الكبيره اللي هي 100 زي ما قلت مثلا 120 بتلاقي الموضوع سريع قوي. ليه؟ انا عندي دهون كتير. اوكي. فالجسم بيحرق كتير. حلو. فبتلاقي فعلا الميزان بينزل. حلو. طبيعي. هو انا مش بتكلم ان الميزان مش بارامتر خالص، يعني ما اخدش بيه خالص. بس في نقطه معينه زي الحاله اللي معانا ديت، انا ما عنديش مشكله ان اتخس 10 كيلو في 3 شهور خالص، بالعكس انا سعيد جدا. ليه؟ لان انا عارف دي انا بظبط لها اللي هي بقى الرتوش الاخيره ده، بطلع بقى انا رسمت اللوحه ولو انتهى، وفي الاخر بس بحط عليها توقيعي. اوكي. فهي دي انا الثلاث شهور دي انا بس بحط التوقيع اللي في الاخر ده. بس انا واحد من الناس مثلا من 120 ل 60 كيلو انا كان عندي محتوى دهون كتير قوي. فانا كنت ممكن كل اسبوع بلاقي نفسي 4 كيلو 5 كيلو 4 كيلو، كنت بجري. اوكي. شيء طبيعي جدا جدا. ليه؟ في دهون كتير الجسم يحرق منها. بس واحد ما عندهوش دهون كتير، فالجسم لما بيجي يحرق ما بيلاقيش احرق منه كتير، فبيبدا يحرق من السكر شويه. طب عايز دهون اكتر، يعني عايز طاقه اكتر، فيبدا بقى يدور على الدهون اللي هو شايلها لوقت عوزها. عشان كده تلاقي بعد كده انت السؤال بقى اللي كان اقوى، المقاسات. المقاسات اختلفت تماما تماما، لان المقاسات دي هي بقى الدهون. هتلاقي بقى البنطلون فعلا مقاساته اختلفت، الدراعات فعلا مقاساتها اختلفت. مش كده الموضوع، كل حاله مختلفه كاملا. طب لما يوصل بقى اللي هو عاوز يا دكتور،
وعايز يحافظ على الكتله العضليه بتاعته بقى يعمل ايه عشان ما ينزلش منها كتله عضليه يعني ينزل دهون بس؟ برضه هنستخدم النسيليوم ولي. اوكي كل بساطه مفيش حاجه اسمها ثابت، يعني مفيش حاجه اسمها دكتور، عشان الموضوع ده بسمعه كتير قوي. احنا اتكلمنا فيه قبل كده بس ما اتكلمناش عنه باستفاضه قوي. بس دكتور يعني ايه رأي انا عايز اثبت يعني ايه ثابت؟ ومش حضرتك عايش معانا في الدنيا يعني يعني طبيعي تاكل زينا مكرونه ورز بالظبط عادي، فطبيعي هتلاقي نفسك زايد اسبوع لو انت وقفت الدايت بتاعك، اسبوع 2 كيلو اسبوع كده ترجع تاني وهكذا، بدل فيها رايح في جاي في فروق. طبعا يبقى الانسولين هيفضل معاك رايح جاي. انا دلوقتي مثلا وصلت ل 60 كيلو خلاص مش عايز اخس تاني، لو كملت كلت سندوتش هنا رحت يمين رحت شمال لقيت نفسك بعد اسبوعين زدت 65، طب انا عايز انزل 5 كيلو رجع تاني الانسولين من اللعبه. فهي هو طعمه حلو يا دكتور بالاناناس، طعمه حلو جدا وكويس حتى لو للاطفال هيبقى مش طعم عليه خالص، بالعكس ده يعني لو اطفال عادي يقول لك انا عايز العصير، عايز عصير اناناس ملوش طعم وحش بالعكس، ده الاطفال تحب تاخده مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، الموضوع حلو قوي 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 يعني. فنرجع لنقطه العضلات الكثافه العضليه، انا بقى استخدمته ازاي وانا بزود محتوى عضلي؟ انا عايز اخد بروتين فقط. أوكي. مش فقط 100% يعني، انا عايز في خضار النسبه الاعلى هي البروتين، هي البروتين تمام، البروتين مش بوشبع يعني، اكتر كلمه بنقولها بعد اكل السمك بيتهضم بسرعه ساعه وهتجوع تاني بسرعه صح؟ طبعا دي مشكله انا كنت بواجهها. طب انا باكل سمك مثلا انت لوحدك والله يا دكتور ده فعلا، انا ليه بدي المثال ده؟ أيوة السمك الواقع بيتهضم بسرعه جدا الناس تفهمه بسرعه صح. انا دلوقتي اكلت سمك، طب انا كمان ساعتين، طب انا جعت. لو انت واخد انسيليم قبل السمك بنص ساعه وجيت اكلت سمك، السمك هتهضم بسرعه بس لسه الانسيليم مدي البلك، انت حاسس ان انت مش جعان بعدها، الانسيليم مالي البلك حلو قوي. هتيجي بقى للدكتور احمد هو اوريدي كمان ساعتين مدي لك تفاحيه، ساعتين بعديها مدي لك بيضه، ساعتين بعديها مديك وجبه بالليل فيها جبنه قريش. طب ليه جبنه قريش؟ عشان فيها كازين، والكازين ده نوع من انواع البروتين اللي بيمتص ببطء. انا مش لازم احكي لك كل القصه دي، انا بقول لك بكل بساطه انت هتقوم الصبح هتاخد كذا، بعديها بساعتين كذا، بعديها بساعتين كذا كذا كذا. انا بقى محدد الكذا كذا كذا ده على اي اساس؟ على خطه انا راسمها انت مش هتتعب فيها خالص للحاله بتاعتك اللي انت كتبتها لي في الابلكيشن اللي انت وانا بتابع معاك. كويس. طب واحد عنده مشاكل في الكلى او الكبد مش هينفع معاك القصه دي، تمام مش هينفع اديله محتوى بروتين عالي. طب الكلى عندك كنترولد ولا بتغسل؟ في بارامترز كتير مش هيطمنك ان انت تتابع معانا غير بالمحتوى الدكاتره اللي احنا بنقدمه لك، عشان كده في تخصصات في الدكاتره. بص يا فندم احنا يعني اون تارجت عندها محتوى للدكاتره ولكن طبعًا. في كل التخصصات طبعا. بص يا فندم بكل بساطه احنا ليه ماركت ليدر، او ليه احنا الشركه رقم واحد في مجال التغذيه في مصر؟ وده مش انا اللي بقوله، احنا عندنا 10,000 عميل ما شاء الله. ليه وصلنا للنقطه ديت؟ انا لو بقدم منتج، ما المنتجات كتير مرخصه طبعًا. ايوه فاهمه حضرتك، القصين مهمه جدا النقطه دي، المنتجات المرخصه المحترمه كتير تمام الحمد لله. احنا ليه افضلهم واحنا ليه رقم واحد عليهم؟ عشان احنا مش بنقدم منتج بس، احنا بنقدم منتج مع منتج من الدكاتره اللي تبعك وانت قاعد في البيت بكل سهوله، كل اسبوع بيتابع تاكل كذا ما تاكلش كذا، تشرب كذا ما تشربش كذا، اعمل لي تحاليل. طب واحد عنده كيدني فيلير، عنده مشاكل في فشل كلوي، ده انا ممكن اتابعك معاك يوميا حضرتك. انت هدفك ايه؟ طب انا نازل بطوله يعني ان شاء الله في مره هجيب لك صديق شخصي ليا، ده بطل منتخب مصر كمال اجسام ما شاء الله، منتخب مصر ده بيلعب منتخب مصر كمال اجسام وبياخد انسيلين. طب ليه ده انت راجل بقى عايز تزيد على طول؟ بس ده نظامه الغذائي صعب لابعد الحدود طبعا بقى. مختلف تمام، ده عايز ياكل 7-8 وجبات كلها بروتين والكارب داخل بشكل معين وسيمبل كارب، قصه كبيره جدا. الانسيلين ليه دور عظيم معاه فيه، ده بتكلم مش لاعب بقى كمال اجسام، ده لاعب منتخب مصر كمال اجسام ومع ذلك بيستخدم انسيلين تمام. فهو الموضوع تضافر جهود كبيره جدا، منتج محتوي، منتج محترم مع دكتور يقدر يوظفه صح، وفي الاخر حد بيسمع الكلام. طب دكتور معلش بنسمع موضوع ده كتير، ممكن بتحسم لنا الجدال فيه، نسمع ان في مشروبات بتساعد في الحرق في الجسم، حقيقي الموضوع ده اولا؟ ثانيا هي ايه لو في فعلا مشروبات بتساعد بجد في انها تشغل حتى الناس اللي بيبقى عندهم ساعات كسل في الغده الدرقيه، يعني الحرق ما بيبقاش برده بالنسبه للايه الكفاءه بتاعته المعتاده يعني؟ عايزين اجاوب عليك بصراحه؟ لا مفيش اجيب عليك. قرفه يا سلام، جنزبيل، كل الخلطات العطريه ديت ما كانش حد غلب بصراحه اصلا. لا وكمان بتاثر على مرضى الضغط، بتعلي ضغطه وناس يعني لازم نبقى برضه ناخدها بالشكل المعقول الحته اعلى شويه اعلى. قول لنا بقى كل بساطه لو العمليه بالسهوله ديت
كلش بيانات خاطئة. تمام. صح ولا غلط؟ طبعا، من عشان كده حبيت اسالك. الموضوع علمي، احنا بنتكلم بالعلم. علم انا هودي واحد حضرتك تركيز صغيره كده في العلم. احنا الدكاتره بنفكر ازاي؟ اي ماده فعاله في الدنيا بتبص لها بحاجتين. اوكي. اسم الماده وتركيزها. كويس. تركيز مهم جدا. يعني الانتي بيوتيك مثلا في منه 1000 جرام، لو 1 جرام تمام ينفع حضرتك تروح تاخدي 256 بتاع الاطفال وتقولي ان هو هيجيب معايا نتيجه كبيره؟ مش هيجيب نتيجه خالص. صح كده؟ طبعا. القرفه والجنزبيل نفس القصه. فهمت. هم بيخسسوا يعني كماده فعاله تخسس. بس كتركيز مش هيعمل اي حاجه. فهمت. وعشان توصلي للتركيز ده محتاجه كميات عاليه جدا. مش كاتب بيعمل ايه بقى؟ بيعمل حاجه اسمها مستخلص الماده دي. المثال الواضح والصريح الاناسيل. كويس. بذور السليم، بذور موجوده. تمام. عند العطار. بذور طبيعيه. بذور طبيعي موجود عند العطار. طب ليه انا ما بروحش اجيبها من عند العطار؟ مش هتديك التركيز اللي جسمك محتاجه عشان تشتغل. كويس. بكل بساطه. يعني احنا بنسمع على طول مثلا ان البنجر مثلا في مضادات اكسده. ليه مثلا واحد ما عنده خراج في ضرسه ما ياكلوش 4-5 بنجرات؟ لان التركيز بتاع مش ده اللي هيأفكت مع الحاله بتاعته خالص. انت عايز طن بنجر. ايوه. ما هو كده عايز طن عشان توصل لكبسوله. صح. مين في مين هيوصل للكلام ده؟ صح يا دكتور. فهو الموضوع ماده فعاله وتركيز. تمام. عشان كده ده علم الادويه. احنا عندنا في كليه صيدله حاجه اسمها كوجنزي. ايه الكوجنزي؟ علم مستخلصات النباتات الطبيه. يقول لك ان النبته ديت فيها ماده فعاله عظيمه جدا. كويس. ازاي تستخلص الماده الفعاله ديت باعلى تركيز عشان تدي فعاليه؟ فده قولا واحدا. ده الاناسيليوم على طول. طب ما تقول لنا بقى طرق التواصل والصفحات عشان اصدقائنا. حلو. احنا عندنا ثلاث طرق للتواصل. اوكي. الارقام اللي ظاهره على الشاشه من اول الحلقه دي هتظهر دلوقتي برضو. تكلمونا على التليفون. اوكي. او على الواتساب. أوكي. هتلاقي الدكتور اللي انا باكد عليه من المره المليون. الدكتور اللي هيرد عليك، اللي هيقدر يحط لك الطريق الصح. اهي الارقام ظهرت. الارقام ظهرت. اون تارجت فارما. ايوه بالظبط. ثلاث ارقام. سواء تليفون او واتساب. او واتساب. هايل. او عندنا طريقين برضو للتواصل على السوشيال ميديا. عندنا دلوقتي صفحات الفيسبوك برضو هتنزل دلوقتي. صفحه على الفيسبوك باسم اون تارجت فارما، باسم الشركه اون تارجت فارما، باسم الشركه ادي انجلش اهي اون تارجت فارما. تمام. او صفحه باسم حضراتكم صوروها بقى بالموبايل. يا ريت. او بص هنا برضو اهي دي برضو صفحه ثانيه خبيره التغذيه نهال حافظ. دي الدكتوره اللي بتبدا توزع المهام على الدكاتره تحديدا. كويس. حتى لو حضرتك كلمت دكتوره نهال حافظ ومنيت الابلكيشن معاها هي هتبقى عارفه انت تتابع مع مين. كويس. تمام. دي بالنسبه للدكتور نهال حافظ وصفحه اون تارجت فارما. ده الفيسبوك. اخر حاجه الانستجرام. ويمكن دلوقتي الناس كلها بتتكلم على الانستجرام دلوقتي. عندنا صفحه باسم اون تارجت فارما داخله ما شاء الله على اولموست 50,000 متابع. ما شاء الله ما شاء الله ده يعكس ثقه الناس فينا. فنتمنى كده ان شاء الله نكون قد ثقتهم دايما دايما كده باذن الله. يا رب يا دكتور. ودايما كده مع حضرتك في الخير. لا ده حضرتك منورنا ومشرفنا. وطبعا اسمحوا لي اشكر ضيفي اللي شرفني ونورني النهارده دكتور احمد نوبل اخصائي تغذيه العلاجيه وعلاج السمنه. شكرا جزيلا لوجودك معايا. دايما متالق وربنا يوفقك. وميرسي ان في نموذج جميل محترم يعني يحتذى به وبيقول كل الحاجات الحقيقيه الجميله. دايما كده دايما نكون بنقدم الحاجه اللي ليها ثقه عاليه عند الناس. اشكرك جدا وبشكر طبعا كل اصدقائي اللي بيشوفوني بيتابعوني من خلال شاشه قناه الاهلي. تحيه وحب وتقدير لحضراتكم وبتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم في حلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. والسلام عليكم.